السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بروفيسور الدكتور الحاج شريف الماجستير كرئيس الجامعة الإسلامية الحكومية بنتيانا. أريد أن أقدم التقدير والمدافع التام لنجاح هذا المؤتمر السنوي الدولي للدراسات الإسلامية المعروف ب The Annual International Conference on Islamic Studies الذي عقد في التاريخ 1-4 فبراير سنة 2024 بالجامعة الإسلامية الحكومية والي صونغو سمارانغ تحت الموضوع Redefining the Roles of Religion in Addressing Human Crisis, Encountering Peace, Justice and Human Rights Issues. عسى أن يسير هذا البرنامج بالنجاح والسهولة والنافعة للأمة، وعسى أن يكون هذا البرنامج نافعة لتوسيع وتعمق العلوم الدينية تحت الوزيرة الدينية للإندونيسيا، ثم نافعة لمصالح الأمة الدينية في العالم وخاصة في الإندونيسيا. وهكذا هدانا الله وإياكم أجمعين، والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.